بعد سن الخمسين والستين يبدأ ظهره يحدب، يمسك العصا، نظره يقل. فهذا الهرمون هو اللي يأثر في دخول الإنسان مرحلة الشيخوخة. بدأوا اليابانيين يفكرون كيف يستطيعون أنهم يزيدون من هذه المرحلة بحيث أن الإنسان ما يدخل إلى سن الشيخوخة مبكر، واكتشفوا أن هذا الهرمون الموجود بعد ما مسحوا كل النباتات، اكتشفوا أنه موجود في التين والزيتون، ثم عملوا معادلة فاكتشفوا أن كل تينة واحدة وسبع زيتونات هي بمقياس الهرمون الموجود في مخ الإنسان. شيخ الأزهر لما سمع بالبحث أرسل لهم صورة من صورة التين والتين والزيتون وطور سينين، فاليابانيين ما صدقوا، قالوا من 1400 سنة أنتم عندكم صورة في القرآن فيها آية التين والزيتون؟ وفعلا سألوا شيخ الأزهر، قالوا له كم مرة ذكر التين في القرآن وكم مرة ذكر الزيتون؟ فقال التين مرة والزيتون سبع مرات، أي نفس المعادلة اللي توصل لها البحث. فلما هم سمعوا بهذه النتيجة، سبعة يابانيين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلوا في الإسلام. إذا نحن نتأمل